بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رامي عزت، والدرس الثاني من كورس شوبيفاي. الدرس النهاردة هيبقى عن دراسة حالة. دراسة حالة يعني هنشوف متجر مصنوع بطريقة شوبيفاي قدامنا، متجر ما هوش كبير، متجر عادي جدا، عشان نعرف إحنا بنخطط لإيه، إحنا هنشتغل لإيه، إيه هدفنا من الكورس. هدفنا من الكورس بكل بساطة إن إحنا نمتلك موقع زي ده، ان احنا نمتلك موقع زي اللي قدام حضراتكم بالظبط. ايه الموقع دوت؟ الموقع دوت اسمه كاتيفاي دوت سي او، تقدر من جوجل تبحث عنه. معرفتي له جت عن طريق انه قعد يظهر لي كتير في الاعلانات في الفيسبوك، ضغطت عليه مره فبدا يظهر لي كتير، فمعنى كده ان الراجل استهدفني عشان ضغطت كليك على الموقع. هو عمل ميزه في الاعلانات بتاعته وخاصيه معروفه ان هو يبدا اعاده الاستهداف، ان الناس اللي ضغطت عليه مره يبدا يظهر لها الاعلان ده كتير وباستمرار. بدأت الصفحة تظهر لي بشكل أكتر من، يعني تقريبا يوميا كانت بتظهر لي، دخلت عليها أكتر من مرة، استفدت من الموقع يعني من النظرة العامة له. الموقع اسمه كاتيفاي بمعنى متعلقات القطط. الموقع له لوجو قدام حضراتكم هنا، ده رمز أو لوجو للموقع بالكلمة بتاعته. اللوجو دوت بيصمم، ممكن من فايفر يصمم لوجو زي ده يبقى خاص بيك أنت، بيك أنت عشان يبقى ليك أنت لوحدك، حاجة خاصة في الموقع بتاعك لوحدك، تقريبا بيتكلف حوالي $5 تصميم لوجو زي ده كده. الناس اللي بتعرف تصممه هي خلاص صمم. هنا في محرك بحث، في الكارد ساين ان، الناس تقدر تدخل على الموقع وتكريت ان اكونت، تعمل حساب. ممكن تتسوق من غير ما تعمل حساب، لكن انت هنا بتعمل حساب عشان هو لو مديك امكانيات زياده للعضويه ده شيء جيد. شارح لك هنا بعض الاقسام، كات اكسسوارز، حاجات متعلقات بالقطط، كلوزنج، هدوم برضو خاصه بالقطط. يعني انا فتحتها في صفحه تانية لوحدها اهي، الكلوزنج زي ما انتم شايفين عرضي، بس هو ظهر لي هنا السعر يعني ظهر بالجنيه المصري، هو متحول، وده ميزه هو عاملها عشان تظهر لي السعر بسعر الدوله بتاعتي يعني. لكن في باليورو الحاجات دي داخله في حدود 20 يورو يعني، هو لما عملت ريفريش ضغطت قدامي بس يبدا يحول اوتوماتيك يعني. طبعا كلها متعلقات. هنا قسم الملابس كله ملابس خاصه برضه بالقطط، يعني تلاقي يعني هو لابس احنا اللي نلبسها، لكن قصدي عليها شعار القطط، فبالتالي الموقع متخصص. تلاقي تيشيرت مرسوم عليه وجه القطه، تيشيرت تاني وجه القطه، تيشيرت حريمي وجه القطه، بلوزه اطفال عليها شكل القطط، وهكذا. فكل حاجه خاصه في الملابس هنا خاصه بالقطط. فور يور هوم، حاجات للمنزل. لو نزلنا تحت هنا برضه هتلاقي كات تويز، حاجات العاب خاصه بالقطط. هنا فور يور هوم، حاجات للمنزل، جايب لك سرير، الحاجات برضه حاجات عليها شعارات القطط، كيس مخدة مرسوم عليه قطة، دوت كوبس الكهرباء مرسوم عليه قطة، يعني كل حاجة جاية على شكل القطط. فموقع هنا مستهدف. تخيل لو واحدة أصلا مهتمة بالقطط أو واحد مهتم بالقطط دخل على موقع زي ده، بالنسبة له موقع زي ده موقع كنز، لأن الموقع كله محتوياته خاصة بالقطط. هنا في روابط سريعة في الموقع، هنعمل طبعا زيها وأفضل منها إن شاء الله. حاجات خاصه ببلوج ان هو عنده مدونه، اباوت اس، معلومات عنه، كونتاكت اس، اف كيو، ريتيرن بوليسي، شيبنج، الكلام ده كله. بعد كده هنا طرق الدفع بتاعته، الفيزا والبيبال وهكذا. هنا جيت ان تاتش، الايميل بتاع صاحب الموقع، ايميل محترف هنعمل زيه ان شاء الله لما نعمل دومين واستضافه. الايميل كذا ات كاتيفاي دوت سي او. في هنا دي صفحات هو رابط، ودي ان شاء الله هنعمل زيها لان ده جزء مهم جدا، اللي هو التسويق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. هو عامل صفحه خاصه بيه على تويتر، على الفيسبوك، على بنترست، على انستجرام. دي صفحه، لا ده دي الكلوزنج، دي صفحه تويتر زي ما احنا شايفين، بيحط عليها على طول صور الجديده، الحاجات المعروضه عنده في المتجر، التغريدات، المتابعين بيتابعوا كام واحد، اعجابات كام واحد، وهكذا. دي صفحه تويتر بتاعته. دي صفحه الفيسبوك، عامل بيج على الفيسبوك محترفه كاتب فيه، على فكره حتى لو نزلت، عشان كده بقول له موقع مش كبير، تخيل كام، 130 لايك بس، 130 لايك خاصين للصفحه، حتى في انا في واحد اهو من الفريندز بتوعي يعني ظاهر هنا. طيب لما تنزل كده طبعا هو عامل برضو هنا نظام شوب، نظام متجر، دي صفة موجودة في البيج تقدر تعملها بسهولة، اللي مش عارفها هيتعلمها مع الوقت زي ما حضراتكم شايفين. ده كلها ملابس خاصة، هو على شكل هي ملابس احنا اللي بنلبسها، ولكن حاجات على شكل القطط.
في حاجة اكسسوارات خاصة بالقطط وهكذا. طيب اللي بعد كده دي صفحة بنترست، موقع الموقع التواصل الاجتماعي، جايب لك برضو معمول له كام لايكس، الفولورز، هو عامل فولو لكام واحد وهكذا. هنا صفحته على انستجرام في 14,000 لايكس، يبان لك ان هو مهتم شوية اكتر بانستجرام، هو عامل فولو اكتر من 6,000 واحد. شوف كاتب هنا I love the cats، بتحب القطط، so do we، كذلك نحن، follow us and tag كذا to be featured، يعني ادخل على الهاشتاج ده. شوب جيفتس فور كات لافرز، وعاملين هدايا في المحل عندهم على كاتيفاي دوت سي او. ده بيعلن هنا لاكتر من 14,000 واحد عاملين له فولو، فدي حاجه بتجيب له ترافيك بشكل يومي مجانا. لو جيت واقفين على الصوره تلاقي 834 لايك، 11 كومنت وهكذا. يعني انزل تحت على صوره تكون مثلا قديمه شويه زي دي تلاقي 1000 لايك، 8 وهكذا، 18 كومنت هنا، 8 وحاجات الاف اللايكات. اللي بعد كده دوت، دي بقى حاجه جميله قوي. بالصدفه وانا بكتب اسم الموقع النهارده لقيت ان الموقع دوت اتباع على فليبا دوت كوم، صاحبه باعه لحد تاني من 69 يوم. تقدروا تدخلوا على يعني اكتب بس في جوجل كاتيفاي فليبا، هيجيب لك الصفحه اللي الموقع اتباع فيها. يعني الموقع اتباع ب 4500 دولار، الثمن ده حوالي 90,000 مصري، يعني ما تستقلش بيه، حوالي 90,000 جنيه مصري، 4,500 دولار في موقع اصلا عمره، لما تيجي تنزل تحت تلاقي عمره 6 شهور، بدأ من جون، يعتبر من شهر 6 بدأ ياخد زوار، شاف الكيرف بتاعه بدأ يزيد لحد ما وصل ل 1000 زائر في اليوم 2000، لحد ما وصل للقمة بتاعته في شهر سبتمبر اللي هو في شهر 9، اللي هو آخر البيع بقى لما اتباع خلاص، ما عادش بيجيلك بيانات بعد كده. كان وصل ل 15,000 زائر، كان بيوصل له في الفترة دي 15,000 زائر، طبعا عدد كبير جدا. يعني الترافيك بتاعه كان بيجي له مشاهدات يوميا تقريبا المتوسط حوالي 11,000، يعني شيء طبعا اكتر من رائع. يعني جيب لك حاله برضه الفاينانشال، بيعرض ان الربح الشهري له كان بيوصل ل 500 دولار، يعني الراجل عارض بشكل كويس ربحه، ده يعتبر ربح الصافي، نت بروفيت، ربح صافي بيوصل ل 533 دولار وهكذا. تقدر تدخل تقرا البيانات، خلاص احنا مش هنقراها، بس يكفي انك تعرف ان الموقع دوت هو بقاله 6 شهور ومتباع من 69، متباع من اكتر من شهرين، يعني بعد 4 شهور من لما اتعمل الموقع اتباع ب 4,500 دولار، واحد باعه لواحد تاني، هو بقى عمل متجر اكبر، ايا يكن اسبابه الشخصيه ملناش دخل. المهم في النهايه ان احنا هيكون هدفنا من الكورس، موقعنا طبعا ان شاء الله هيكون افضل من ده بكتير، بس انا بديك مثال انت معانا ومع تطبيق الكورس هيوصل لايه؟ ان انت يبقى عندك موقع ليك اللوجو الخاص بتاعك، ليك الاقسام بتاعك، ليك محرك بحث، عندك منتجات جايبها من اكتر من موقع هنشرحهم بالتفصيل، كل حاجه علي اكسبريس، علي بابا، امازون، اي باي، تاني، كل المواقع دي ان شاء الله هنشرحها تاني بالتفصيل. روابط سريعة في الموقع، مدونة تكتب فيها، يعني لو فتحنا هنا البلوج آخر حاجة عشان الفيديو ما يطولش، هتلاقي برضو كاتب لك كاتب مواضيع في البلوج بتاعته عشان تجذب زوار من محرك البحث جوجل. لما تيجي ناس تيجي تدخل على حاجة زي كده من جوجل ويجي بعد كده يدوس على هوم أو هو حاطط فيها رابط أفيليت، يقدر يلاقي المتجر بالتفاصيل بتاعته. دوت كان دراسة حالة، دراسة حية بنشوف قدام بعض، ممكن في خلال شهر أو 2 أو 3 قدامكم أهو الراجل في خلال 4 شهور الموقع اتباع ب 4,500 دولار، وكان بيوصل لربح 500 دولار صافي شهريا. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.